ماجد، يعني مشكلة إذا شعر الجمهور أن بعض البيانات أصبحت شماعة. طبعا لا، هو شوف، لأنه أعتقد أن هذه ردة الفعل واضحة بدون شك، مش بس حتى كثرة البيانات، لو كثرة بيانات مطالبة حق يعني في وعلى مطالبة حق يا أخي، بس خليك يكون عندك حجة، خليك مقنع يا أخي. أنت تخش على طول في يعني أنت نسيت كل اللي قاعد يصير في النصر ودخلت على التحكيم، ومن أجل مباراة واحدة. طيب المباريات اللي قبل شو أخبارها؟ الوضع العام، هل يعني حتى في الردود على نفس التغريدة على البيان، أنا صراوي مش مقتنعين بالبيان. يعني في جولة سريعة تشوف أصبح حتى في يعني أحد الردود عجبتني، الإدارة تعمل كويس، المدرب يعمل كويس، اللاعبين يعملون كويس، الوضع الإعلامي كويس ممتاز، إذا طالبوا بالتحكيم. صار في تهكم، يعني اللغة أصبحت مكشوفة. أنا ما أدري من يشور على النصر بهذه البيانات ومن يعتمدها. يعني مشكلة كبيرة والله من واقع تجربة. بالتأكيد الرئيس غريبة صراحة. أنت خلال تجربتك في الأهلي مين اللي يعتمد البيانات؟ لا، من يجيزها؟ الرئيس والمسيرين. ولكن أيوة، ولكن أنا بنفسي كنت أعدل على البيانات. طبعا أنا اللي كنت أكتب بيانات، لا يوجد بيان خرج من النادي الأهلي إلا أنا كتبت. ما اختلفنا بيان. لكن أنت لما تكتب البيان من يجيز إصداره؟ طبعا تصدره من راسك ولا تصدره الرئيس؟ لا طبعا الرئيس أصلا، يعني معناته الرئيس مشاريع المعمر أكيد مطلع على البيان. في المركز الإعلامي أنت مهمة التغريدة وتغطية المباريات والأشياء هذه مش مهمة مدير المركز الإعلامي أو المتحدث الرسمي، مهمة طاقم العمل. لكن البيانات، الأشياء الرئيسية في أحداث ومجريات وقضايا النادي، هذه رئيس المركز الإعلامي، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي هو المسؤول عنها، لذلك يكون فيها بالتشاور مع مسيري النادي من مجلس إدارة وغيره. حسب خبرتك، هذا البيان اللي من نادي النصر كتب من قبل مدير المركز الإعلامي وأجيز من الرئيس، صح؟ هذا الإجراء الطبيعي. هذا المتوقع، نعم. يعني أي بيان يصدر من أي مركز إعلامي هو مجاز من الرئيس. طبعا لا، أو بإعاز من الرئيس. هل بيكون في بيان يعني بالطريقة هذه في التحكيم وتحديدا؟ لأنه أنت تتكلم مجلس إدارة ومدرب تكلم ومدير، يعني حتى بيان مصدر مسؤولي بيكون بإعاز من الرئيس؟ المفترض. بس أنا مستغرب، شوف اسمح لي، يعني للأمانة مستغرب واحد زي مسلي المعمر له خبرة صحفية وإعلامية كبيرة جدا، يعني ما يمكن تفوت عليه زي مثلا صرح مصدر مسؤول النادي ولا البيان هذا ممكن، يعني ماني فاهم. يعني بصراحة للأمانة مسلم من الناس الحقيقة الإعلاميين مميزين، حتى مارس الصحافة بدون شك. أعتقد يعني في شيء مسألة ما الاعتماد برضه يا أبو لطيف يكون برضه من مسيرين النادي، يعني إذا كان مثلا هناك من يعني يضخ الأموال للنادي يكون مسيرين النادي، بس معليش رأي. أنت قلت لازم يعتمد من رئيس النادي، بس أنت كمان كمدير مركز إعلامي أنت بصفتك أنك أنت خبير عندك خبرة وعندك تمرس، أنا يمكن مارست العمل هذا في المركز الإعلامي سنوات مع أكثر من إدارة، ولكن الخبرة الإدارية والخبرة الصحفية المهنية تتطلب أنك أنت تكون لك رأيك. طبعا رأيك القوي. طبعا رئيس النادي إيش عرفوا مثلا، بغض النظر أتكلم على الناس اللي ما كانوا صحفيين ولا إعلاميين، إيش عرفوا في كيفية التعامل مع مثل هذه البيانات؟ فأنت لازم يكون لك بصمتك ولك رأيك القوي في هذا الشيء وتحدد كل شيء. أما مسألة أنك أنت كل ما يقول لك الرئيس سوي لي بيان تقول له أبشر أسوي البيان، هيوقعوا خلاص أمشي، لا ما ينفع. أنا في 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 أشياء في النادي الاتحاد كنت أنا بصراحة أرفضها في كثير من الإدارات، أرفض بعض البيانات اللي كانت، وفي بعض البيانات أنا أسويها من غير ما أرجع للرئيس للأمانة، لكن برضه أعطي له خبر ووضح له الصورة إيش يبغى نسوي، ولكن البيان أنا أسويه وأرسله لأنه في ثقة. الثقة موجودة. تمارس دورك كمدير الأزمة أيضا. لأن مدير مركز الإعلام لازم يكون ملم بإدارة الأزمات. أيوة، أعطي لرئيس النادي أعضاء مجلس الإدارة صورة كاملة عن اللي يبغى يصير، ولكن في النهاية أنا اللي أقرر كيف صيغة البيان ونشره.